ازيكم عاملين ايه؟ كله تمام الحمد لله. انا عجبني قوي قعدت اقرا في الموضوع بتاع الصكوك الاسلاميه ومساله الطرح واتغطى كم مره وما الى ذلك، فعجبتني الحكايه جدا. وعلشان كده انا كنت حتى بتكلم مع زميلاتي العزيزات انه على ما يبدو احنا ماشيين باذن الله سبحانه وتعالى في مسار جيد يعني وينبئ بالخير. ومن ناحيه تانيه مساله الزراعات التعاقديه والاسعار بتاعه التوريد هتبقى عامله ازاي بحيث ان كل حاجه تبقى واضحه. يعني انت عارف يجي يقول لك ايه، انه اذا كان التعاقد واضحا منذ البدايه محدش هيعرف يلوم حد وهيبقى دايما الامور بتمشي ببساطه وبسلاسه ان شاء الله. طيب تعالوا نشوف النهارده تحديدا وقبل الصكوك وان ما نتكلم فيها، هنتكلم على ان النهارده الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء افتتح اول معرض ومؤتمر رياضي عالمي في مصر اسمه سبورتس اكسبو طبعا 2023. هذا المؤتمر وهذا المعرض بيقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي ومدته من يوم 22 لحد يوم 25 فبراير. 25 ده هيوافق أظنه السبت، وهيبقى في مركز المنارة للمؤتمرات. طيب على هامش الافتتاح دكتور مصطفى مدبولي بدأ في تفقد أجنحة المعرض، ومن بينها الجناح الخاص بوزارة الشباب والرياضة، جناح هيئة قناة السويس، واللي تضمن تفاصيل القرية الأولمبية، وده بجانب كمان الأجنحة الخاصة بعدد من الشركات والنوادي الرياضية، وكمان جناح المبادرة الرئاسية درجتك صحتك. الدكتور مصطفى مدبولي بيأكد على هامش هذا الافتتاح إن صناعة الرياضة تعد سبب لدفع عجلة التنمية الاقتصادية في مختلف دول العالم بالشراكة مع القطاع الخاص. خد بالك كلمة صناعة الرياضة دي كلمة جديدة علينا، يعني احنا طول عمرنا نتكلم عن الرياضة بشكل عام وعلى أهمية الرياضة والأنشطة الرياضية، سواء إذا كانت جوه النوادي، مراكز الشباب، المدارس، إلخ إلخ إلخ. أما مسألة صناعة الرياضة فده مصطلح مش بس جديد، هو مصطلح مهم علينا هنا في مصر. يعني على سبيل المثال أنت لما بتيجي تشوف مثلا النوادي بتاعة الكورة اللي موجودة في أوروبا، احنا هنا بنتكلم على صناعة حقيقية، يعني بيتحسب هذا النادي حجمه التسويقي قد ايه نتيجة اسعار اللاعبين، النادي ده هو بيقدر يحقق ارباح قد ايه من وراء الرعايات والاعلانات والمشاركات وما الى ذلك. علشان كده بتبقى النوادي دي احنا بنسمع يقول لك ايه، مش عارف النادي الفلاني ثمنه كذا، ده النادي العلاني مطروح للبيع بسعر كذا. القصة دي عمرها ما كانت موجودة عندنا. طيب هل المسألة بس متعلقة ب فكرة نادي الكورة وسعره، ولا الرياضة بشكل عام؟ وإزاي الرياضة نقدر نحولها إلى صناعة، وصناعة مربحة بخلاف أنها أيضا صناعة جاذبة للسياحة؟ يبقى في عندك سياحة رياضية، وإحنا جربنا ده قبل كده فبطولة العالم لكرة اليد. خلونا ناخد معانا على التليفون أستاذ محمد الشاذلي المتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة. أهلا أهلا بيك ومبروك على المعرض. الله يخليك يا استاذ يوسف، اهلا وسهلا يا فندم، والله يبارك في حضرتك. ازاي الحال؟ كلنا ومصر كلها الحمد لله. يا رب باذن الله على خير. انا لفت نظري جدا كلام الدكتور مصطفى مدبولي على مصطلح صناعه الرياضه. هل احنا دلوقتي بنتحرك او بدانا من شويه في التحرك ان احنا نحول الرياضه الى صناعه؟ شوف يعني خليني ابدا معاك مباشره من ساعه انت من اخر حاجه انت قلتها، احنا بنتكلم هنا في نظام اقتصادي جديد بنشتغل بيه في المنظومه الرياضيه المصريه. بعيدا بقى عن كل التفاصيل الخاصه بالفنيات بالدوريات والمنافسات والمشاركات والحاجات دي، لكن في جانب مهم جدا بقى لنا دلوقتي 3 سنين تقريبا في عوائد بالفعل موجوده، والدوله المصريه بتجني هذه العوائد من خلال مشروع كبير جدا قومي اسمه اقتصاديات الرياضه المصريه. حلو. بنتكلم فيه في لغه ارقام لا تكذب ولا تتجمل، فبنتكلم في 3 سنين حققنا عوائد استثماريه من خلال اقتصاديات الرياضه المصريه في جزء واحد فقط متعلق بتطوير البنيه الاساسيه في مراكز الشباب والانديه ومشروعات الطرح الاستثماري وكذا، بنتكلم في 28 مليار جنيه. هذا امر واحد فقط. بنتكلم في امر ثاني متعلق بتنفيذ حزمه من التشريعات بتتيح للوزاره انها تطلق العنان للانديه المصريه الكبيره والاتحادات والمؤسسات الرياضيه اللي لها باع ولها امكانيات ماديه انها تاسس شركات بامكانيات ماليه ضخمه جدا
على غرار شركات النادي الاهلي وشركات نادي الزمالك اللي انشاناها مؤخرا. وان النادي الاهلي دلوقتي شرع بالفعل في انشاء استاد رياضي، نادي الزمالك بدا بالفعل في انشاء الاستاد الخاص بيه. هنا بنتكلم زي حضرتك ما اشرت كده في المقدمه ان اصبحت هناك اقتصاديات للرياضه المصريه. هنقدر نقول دلوقتي ان النادي الاهلي ثمنه كم مليار لما يكون عنده فروع موجوده في الجزيره، في اكتوبر، في العاصمه، في كذا، ونادي الزمالك نفس القصه وعنده استاد وعنده منشات، فتقدر ساعتها تتكلم اضافه طبعا للقيمه التسويقيه للاعبيه والحاجات دي عن قيمه بالمليارات للانديه الرياضيه المصريه والمؤسسات المختلفه. كان ده سبقه شويه يا استاذ يوسف خطوه مهمه جدا الدوله كانت لازم تقوم بيها. انت دورك انك الاول تهيئ المناخ لده، انك تصنع بيئه صالحه للاستثمارات الرياضيه. صح. فلما اقول لحضرتك مثلا، ودي حاجه يعني بالارقام كده بنتكلم فيها، والحقيقه كانت شهدت دعم كبير ورعايه غير مسبوقه من القياده السياسيه لينا في المنظومه الرياضيه ولوزاره الشباب والرياضه وللحكومه في هذا الشان. فقدرنا نعمل مثلا 4000 في كل محافظات مصر، 4200 ملعب خماسي وقانوني لكل اولادنا يلعبوا عليه، يعني بدانا عملنا 300 مركز شباب جديد، عملنا 17 صاله مغطاه اللي استضافت منها اربع صالات رئيسيه بطوله العالم لكره اليد، انشانا انشاء جديد كامل 14 نادي رياضي جديد وانديه لتحدي الاعاقه ووحدات للطب الرياضي. لما كان حضرتك عن البنيه الاساسيه اللي تجاوزت بس الانشاءات فيها 21 مليار جنيه في اخر سنتين ونص بس، فبنتكلم في عدد كبير جدا من تطوير البنيه الاساسيه. طفره كبيره جدا في مجال البنيه، فانت هيأت المناخ ان الانديه والمؤسسات تبدا تنطلق. كان ده بعيد جدا، كان التحدي الاساسي بالنسبه لك انك ما ينفعش تعمل كل هذا التطوير من واقع الميزانيه الرسميه اللي بتجي لك كوزاره او اللي بتتيحها لك الموازنه العامه للدوله. وهنا دخلنا في فكر مختلف، وكان بتوجيهات بالمناسبه من القياده السياسيه ومن رئيس مجلس الوزراء لوزاره الشباب والرياضه، ان لازم القطاع الخاص يدخل مع الوزاره وبقوه في عمليه الاستثمارات الرياضيه لخلق هذا المناخ الخاص باقتصاديات الرياضه المصريه. فكل المشروعات اللي احنا بنتكلم فيها فيما يتعلق بالطرح الاستثماري او الاستثمارات او تطوير البنيه الاساسيه او كذا، دخلنا فيها شركات القطاع الخاص، واوجدنا ادوار جديده كمان للقطاع الخاص في رعايه ابطالنا مباشره. فبدانا نطلق مشروع تاني اسمه مشروع الرعايات الخاصه، ان البطل الرياضي اللي عنده استعدادات او معسكرات او تدريبات بتتطلب تكاليف ماليه معينه، بنجيب له شركه او بنك او رجال اعمال او رجال المال او المؤسسات المصرفيه بتقدم له الرعايه الماليه. فاصبح هناك عندك منظومه متكامله محكمه لاقتصاديات الرياضه المصريه. المعرض النهارده كان بيمثل هذا التتويج بقى، كان بيمثل تتويج لهذا الامر، تتويج لفكره وجود القطاع الخاص واندماجه في صناعه الرياضه المصريه. طيب ده كلام مهم جدا، لان ده اظنه كمان معناه انه انا ما بقتش بتعامل مع الرياضه في مصر باعتبارها كره قدم فحسب، والا ما كنتش نظمت بطوله العالم مثلا لكره اليد بهذا الشكل المهيب والمهم واللي ساعد كتير في الترويج لمصر، سواء اذا كان على المستوى الاقتصادي او السياسي او الامني او السياحي كمان لو صح تعبير كلمه السياحه الرياضيه بطبيعه الحال. انا كده بتعامل مع الرياضه بكافه اشكالها كمنظومه هامه على المستوى الرياضي والصحي ومنظومة كرافد اقتصادي. شوف كلام حضرتك مظبوط بنسبة 100% وبينعكس كمان في الأداء اللي موجود على أرض الواقع بالفعل. لما أكلم حضرتك على جانب العالم كله، يعني عايز أقول لك بصراحة شوية كده على الهوا سبقنا فيه شوية، لكن الحمد لله قدرنا ندخل وبسرعة جدا ونحقق فيه معدلات قياسية نسبق فيها دول كتيرة جدا عن الدول الغربية. إحنا شغالين في هذا الشق إن في مسار اخر خالص يا استاذ يوسف للرياضه موجود في العالم كله، كيانات اقتصاديه كبيره جدا بتتحدث عن استثمارات بالمليارات، مليارات الدولارات، ليس فيما يتعلق بالمنافسات الرياضيه لكن بالاحداث والمنافسات الرياضيه الخاصه بالسياحه الرياضيه. فبدات نتواجد ونتواصل وننسق مع المؤسسات الدوليه على غرار بقى الاسماء اللي هي ايرون مان واوشن مان والاحداث السياحه الرياضيه اللي موجوده في مصر دلوقتي والماراثونات العالميه اللي بيتم تنفيذها في مصر. فأصبحنا بنستضيف على مدار العام ما لا يقل عن 100 أو 150 ألف واحد بيشاركوا في الفعاليات الرياضية المصرية، وبتصب في صالح السياحة المصرية بشكل مباشر. فاستضافتنا خلال الفترة الأخيرة 292 بطولة، لما أتكلم حضرتك في إحصائية رسمية كده، وفرنا أكثر من 1,500,000 ليلة سياحية. كل هذا الأمر أصبح بيصب في صالح السياحة المصرية، إضافة لمشروعات أخرى بيتم تنفيذها على هامش تنفيذ ده، إضافة لفرص عمل بيتم توفيرها. هي ملخص كل ده بيتحدث عن إن الرياضة المصرية أصبح لها رقم ورقم هام جدا بتساهم فيه في الناتج المحلي الإجمالي المصري.
اصبحت بتمثل احد اهم الجوانب الخاصه بالتشغيل، بالتدريب، بتوظيف العماله وتوظيف الشباب. طيب. القصه كلها مش مبنيه على ان كره القدم او الالعاب الاخرى. هايل جدا. ده جانب مختلف موازي. شعار ان زي حضرتك ما قلت بالظبط ان الرياضه ليست كره قدم. ان الرياضه ده مجالات كبيره جدا صح. فيها كتير من الاتحادات واللعبات والمنافسات، لكن ليها جانب ثاني خالص مختلف وهو دعم الرياضه ومساهمتها في اقتصاديات الوطنيه، في اقتصاديات الدول. ولذلك لما ادخل لحضرتك بقى في تفاصيل المعرض اللي اتكلمنا فيه النهارده هتلاقي ان احنا اتكلمنا مع مؤسسات اجنبيه وشركاء من مختلف دول العالم حول هذه التفاصيل. طب ده كلام محترم جدا. انا يمكن كمان يجي على بالي حاجه وهي مرتبطة بسؤال. أنا شايف إن إحنا في عندنا تطور في الصناعات المرتبطة بالرياضة، سواء إذا كانت أحذية وملابس رياضية أو دراجات أو كرة زي كرة القدم اللي اتلعب بيها في المونديال الأخير وما إلى ذلك. فإحنا في عندنا تطور كبير حصل في صناعة الملابس والأدوات الرياضية. إلى أي مدى أنا أقدر كدولة أقدر أشجع هذا النوع من الصناعات وأقدر كمان أساعد في الربط ما بينه وما بين حتى ماركات كانت ممكن تبقى سابقانة بطبيعة الحال موجودة في أوروبا أو في الولايات المتحدة الأمريكية، وأشجع على مسألة البحث العلمي المشترك علشان أقدر أحسن من جودة المنتج وأرفع من سعر المنتج القابل للتصدير. شوف أنت بتبدأ الأول كدولة زي ما قلت لحضرتك بتخلق هذا المناخ، بتهيئ الاجواء اللي بتجذب المستثمرين انهم يدخلوا في مجال الصناعات الرياضيه. اول حاجه بداناها في وزاره الشباب والرياضه ان الوزاره بالفعل قامت بتنفيذ شركات واستثمارات في مجال المستلزمات الرياضيه والصناعات الرياضيه خاصه بالدوله. فعندنا اصبح مصنعين للنجيل الصناعي بينتجوا للاحتياجات المحليه وبيتم تصدير للدول الافريقيه ومناطق الشرق الاوسط والدول العربيه. صحيح. وإضافة لكده عندنا مجموعة من الشركات والمصانع الأخرى المتعلقة بالمستلزمات الرياضية زي حضرتك ما أشرت كرة القدم أو كذا، وشركات للمدن ودي مملوكة للوزارة بالمناسبة، بتصنع وبتعمل عملية وبتعمل تطوير وتحديث للبنية الرياضية سواء ما يتعلق منها ببنية الوزارة أو البنيات أو آخر المنشآت الأخرى أو الأندية الأخرى أو أي متطلبات أخرى في البنية الأساسية. هذه المجالات لما احنا بدأنا فيها كدولة وهيئنا فيها المناخ بدأت تجذب العديد من الاستثمارات الأخرى، فأصبح عندنا في مصر دلوقتي وده واقع ملموس العديد من الشركات المعنية بالصناعات والمستلزمات الرياضية. صح. النهارده عندنا في معرض سبورتس اكسبو أكثر من 120 شركة معنية بالمستلزمات الرياضية. سواء منها ما يتعلق بالمنتجات المحلية أو للاستخدام المحلي أو لتصديرها للخارج لدول أفريقية. هايل. أنت بتتكلم في قاطرة اقتصادية، الرياضة أصبحت أحد أهم القاطرات الاقتصادية اللي بتجذب استثمارات من مجالات أخرى وتبدأ بعد كده توفر لك العملة الصعبة وتبدأ بعد كده تجذب استثمارات وتوفر فرص عمل للشباب من خلال القطاعات الرياضية المختلفة وتشبك ده مع الاتحادات الرياضية والمنافسات المختلفة وتعمل إن هذا الدمج وهذا التشابك ما بين استضافة البطولات وتنظيم الأحداث الرياضية وتنظيم الفعاليات الخاصة بالسياحة الرياضية وتشبك ده وتفعله مع الشركات والمؤسسات والمصانع المعنية بصناعة هذه المستلزمات الرياضية الموجودة في مصر. طبعا طبعا. بقول لحضرتك النهارده مثلا عندنا في سبورتس اكسبو كان عندنا قطاعات كبيرة جدا من القطاعات، مش مجرد اسماء شركات، لكن شركات معنية بصناعة الأجهزة الرياضية، صناعات مستلزمات الملاعب بأنواعها، المصانع الخاصة بالمكملات الغذائية والأغذية الصحية المطلوبة، الامور المتعلقه بتطوير مراكز الشباب ومدها بالنجيل الصناعي ومتطلبات التطوير، شركات معنيه بصناعه وتوفير صالات اللياقه البدنيه، الاكاديميات الرياضيه، المستلزمات والمعدات الرياضيه، كل دي امور بتصنع في مصر بالمناسبه، لوازم اتحادات زي الفروسيه، مستلزمات او معدات زي التنس وتنس الطاوله والعاب القوه، الابسطه اللي بيتم استخدامها في كل الالعاب، كل هذه الامور صناعات اصبحت متوطنه في مصر بالفعل. إذا أنت توصل لده إزاي؟ إنك بتهيئ المناخ، إنك بتوفر البيئة الصالحة، إنك بتجذب استثمارات من الخارج سواء من الدول العربية أو من الدول الأجنبية تبقى موجودة في مصر، فبتشجع المستثمر المحلي إنه يدخل ويندمج ويكسب ويكسب مع الشركاء الخارجيين. هي المعرض النهارده كان حالة فريدة جدا. بتمثل نقلة كبيرة جدا وصلتها الدولة المصرية فيما يتعلق بمنظومتها الرياضية واقتصاديات الرياضة المصرية تحديدا.
مسألة بصراحة رائعة ومشرفة إلى أبعد الحدود. أنا أشكرك جدا أستاذ محمد الشاذلي المتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة. أنت عارف أنا الأستاذ محمد عمال بيتكلم بدأ خيالي يروح إن أنا في وقت من الأوقات ممكن أشوف محمد صلاح بيعمل هو الإعلان بتاع حذاء من الأحذية الرياضية المصرية من غير ما أقول أسماء يعني زي ما هو موجود. مش عارف الأحمر كرة اليد فبيعمل إعلان لكرة معمولة عندنا هنا في مصر. ف الحاجات دي بتبقى انا عارف انها مكلفه بالمناسبه جدا، يعني مساله انه تجيب شخصيات رياضيه عالميه مشهوره علشان يعمل اعلان عالمي عن المنتج بتاعك ده بيبقى مكلف، بس شكل من اشكال التسويق اللي بتجيب لك قدها قد اللي انت صرفته فلوس من هنا لحد بعد بكره، لك ان تتصور ذلك، لك ان تفكر في ذلك. فاصل ونكمل الكلام. طيب احنا كنا بقول لكم ايه بقى في اول الحلقة، ان احنا عايزين نتكلم شوية على مسألة الصكوك السيادية الاسلامية دي، ودي يمكن اول مرة مصر تطرح، وانه ده مؤشر جيد. تعال نشوف كده الحدوتة الأول تبدأ إزاي. النهاردة كان اجتماع الحكومة الأسبوعي في العاصمة الإدارية الجديدة وبطبيعة الحال برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء. طيب أعلن الدكتور مصطفى مدبولي في هذا الاجتماع نجاح وزارة المالية في طرح أول إصدار من الصكوك الإسلامية السيادية في تاريخ مصر، قيمته قد إيه؟ 1.5 مليار دولار. دكتور مصطفى أكد أنه تقدم أكثر من 250 مستثمر في مختلف أسواق المال العالمية لهذه الصكوك. طيب ده معناه إيه؟ أنا واخدك بس واحدة واحدة وتاتا تاتا خطوة خطوة. طيب 250 مستثمر من الأسواق المالية العالمية ده معناه إيه؟ ده معناه الدعم والثقة في جهود الحكومة المصرية وفي تنويع مصادر التمويل. تعال ناخد معانا على التليفون عشان بس احنا عاوزين نفهم اكتر مسألة هذه الصكوك الإسلامية الأول يعني ايه، لأول مرة نصدرها ده يساوي ايه، 1.5 مليار طب اتغطت كم مرة، وده سؤال برضو مهم. خلونا ناخد معنا على تليفون دكتور نيفين منصور مستشار نائب وزير المالية. أهلا بيك يا فندم. أهلا يا فندم، مساء الخير. إزاي الصحة؟ كله تمام؟ الحمد لله تمام. يعني إيه الصكوك السيادية الإسلامية يا فندم؟ طيب هي الصكوك هي عبارة عن أدوات دين، أدوات تعتبر أدوات بديلة سيادية، معناها انه الحكومة متمثلة في وزارة المالية هي اللي اصدرتها، والحقيقة اسلامية يعني هي اي صكوك يعني بيبقى مفهوم انها اسلامية، اسلامية بمعنى انها بتطبق مبادئ الشريعة الاسلامية. وعلى فكرة هي مش يعني الاداة دي اداة عالمية ومتداولة عالميا وفي بلاد كتيرة جدا موجودة، ومش شرط انها تكون بلاد اسلامية، يعني هي بس الاداة نفسها واخدة هذا الطابع. طيب تختلف ايه عن اي صك سيادي كنا بنصدره قبل كده او اي اداة دين كنا بنصدرها قبل كده؟ لا احنا الاول مرة الحقيقة بنصدر صكوك سيادية، قبل كده كنا بنصدر سندات. سواء سندات دولية او سندات مثلا ساموراي او سندات خضراء، يعني ده موضوع شويه يختلف عن الصكوك. ايوه هو السؤال بقى ايه الفرق ما بين الاثنين؟ الصكوك بيبقى وراها اصول، يعني بيبقى فيه شركه تسقيق، بيبقى فيه اصول يعني باكت اب باسيت عظيم، او يعني هذا اداة الدين مسنودة بالاصول مدعومة بالاصول او ليها خلفية في الاصول. ايوه وده اللي بينطبق عليه ان احنا بنقول انها بتطبق مبادئ الشريعة الاسلامية. عظيم جدا. طيب حجم الاصدار كان 1.5 مليار مش كده دولار؟ تمام. اتغطى قد ايه من وقت الطرح افندم؟ اتغطى منه قد ايه من وقت الطرح؟ هل اتغطى كله او ضعفه او اكتر؟
احنا غطينا 4 أضعاف الحقيقة. احنا كنا نازلين وعارفين ان احنا عايزين $1.5 مليار، وجالنا طلبات شراء بما يعادل 6.1 مليار دولار، وبأكتر من 250 طلب شراء. طيب ده معناه ايه؟ ايوه، بالبساطة كده انه لما انا ببقى عايزة نسبة معينة او يعني قيمة معينة، ولاقي ان في عدد طلبات كتير جايلي، وكمان قيمة الطلبات دي بتغطي قيمة اللي انا طلباها اكتر من مرة، بل بالعكس 4 مرات، بقدر ساعتها ان انا اضغط في السعر. وده بالفعل اللي حصل امبارح. احنا فتحنا الطرح عند حوالي 11.625، وقدرنا ان احنا ننزل ل 10.875. فده معناه ان احنا اخذنا الاصدار اللي احنا عايزينه بسعر اقل بحوالي 75 نقطه اساس من السعر اللي فتحنا بيه. وده كان على يعني بمساعده ان احنا جالنا الطلبات الكتيره. طيب الطلبات الكتيره والتغطيه لاكثر من ضعف، يعني احنا وصولا الى 4 أضعاف. 4 مرات. ده يعكس، لو انا فاهم مظبوط، يعكس حجم الثقة في هذه الصكوك، حجم الثقة في قدرة الحكومة. تا حضرتك، أولا بيعكس ثقة المستثمر الأجنبي في الاقتصاد المصري، لأنه مهما نزلنا ومهما نزلنا بأسعار غالية، لو ما فيش ثقة من المستثمر الأجنبي في الاقتصاد المصري، مش هنلاقي حجم الطلبات ده، ومش هنلاقي حجم التغطية دي، ومش هنلاقي، ممكن ما نلاقيش حتى الطلبات اللي تغطي لنا حتى القيمه اللي احنا محتاجينها. فكون ان احنا شهدنا 4 أضعاف تغطيه بعدد كبير من الطلبات اللي وصلت 250 طلب، فده يعني عكس الثقه بتاعه المستثمرين الاجانب في الاقتصاد المصري وفي الحكومه المصريه انها تقدر تسدد هذا الاصدار. هل في خطوات تانية ممكن تتبني على هذه الخطوه؟ يعني هل ده معناه انه ممكن الحكومه قدام شويه تبدا تعمل طرح جديد لصكوك جديده بهذا الشكل، مبنيه على انه عرفت انه المستثمرين في اسواق العالميه عندهم ثقه في سياسات الحكومه المصريه؟ الحقيقه السكوك، برنامج السكوك، احنا اعلنا ان هو هيبقى في حدود ال5 مليار دولار. نزلنا امبارح ب1.5 مليار دولار، فاضل 3.5. واحنا دايما دايما بنبقى جاهزين، يعني بنبقى عاملين اجراءاتنا ومخلصين ورقنا وكل حاجه، بحيث اول ما نلاقي فرصه فتحت في الاسواق العالميه باسعار كويسه، او يعني نقرر ان ده وقت جيد، بنروح على طول. ده على فكرة مش بس بالنسبة للسكوك، ده بالنسبة لأي من الطروحات الأخرى، أو سواء سندات خضراء، سواء مثلا سندات بعملات أسيوية وهكذا. لأن طبعا الأسواق العالمية أسواق متقلبة، وبالحالة الصعبة إن الاقتصاد العالمي بيعدي بيها، والاقتصاديات برضو الدول الناشئة ومنها الاقتصاد المصري، فبيبقى فيه يعني زي بيقولوا window of opportunity، أو يعني نافذة لفرصة جيدة. فلو الواحد مش جاهز بيعدي الفرصة دي، إنما إحنا دايما بنحاول نكون جاهزين علشان أول ما الفرصة دي تتيح نفسها إحنا بنخش في الأسواق. بإذن الله. أنا بشكرك جدا 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 أستاذة نيفين منصور، مستشار نائب وزير المالية، ألف ألف شكر. أظن الكلام هنا يعني يفسر نفسه زي ما بيتقال. أنت طرحت حاجات بقيمة 1.5، حاجات يعني اللي هي الصكوك الإسلامية زي ما بقولك، طرحت شيء ما بقيمة 1.5 مليار دولار، جالك عروض وطلبات بقيمة 6 مليار، يعني جالك 4 أضعاف ما تريده. ما بين قوسين ده يساوي ايه؟ لا يساوي اي شيء سوى الثقة، التأكد، اليقين. هتيجي بقى تروح يمين تروح شمال وتسمع واصل العالم فقد ثقته في الاقتصاد المصري، امال انا عندي صكوك متغطية 4 أضعاف ليه؟ وزي ما قالت أستاذة نيفين، المسألة كلها متعلقة بحزمة من الاجراءات. الحزمة اللي اتعملت دي هي اللي تسببت في انه الناس اصبح في عندها معدل ثقة اعلى في الاقتصاد المصري،
وهو ده المطلوب. أنا لحد دلوقتي في ظل الأزمة الراهنة اللي حصل في أوروبا، الحرب الروسية الأوكرانية، وفي ظل أزمة اقتصادية دولية، أنا مش عايز أكتر من أنه يبقى فيه ثقة في الاقتصاد المصري. أنا بكلمك بقى علينا إحنا، أنا عايز ثقة في هذا الاقتصاد المصري. لو أنت خدت ده وبعدين رحت راجع تاني على ما يحب أن يطلق عليه البعض الدبلوماسية الرئاسية، أو نبص على النشاط الرئاسي خارجا والزيارات والعلاقات والاجتماعات والمباحثات والجلسات والمؤتمرات اللي قام بها الرئيس خلال شهرين، ده هما شهر 22 يوم لحد دلوقتي يناير، وإحنا لحد النهاردة 22 فبراير، شهر و22 يوم. يبقى عمليا برضو أنت ماشي على الطريق الصحيح السليم الآمن. تعال بقى أخدك على تقرير لطيف جدا، أقدم إسعاف في الشرق الأوسط، أقدم إسعاف في إفريقيا. هتقولي أكيد يا يوسف في مصر، أقول لك لا، هو مش بس في مصر، هو في اسكندرية تحديدا. 1902 اتعملت الإسعاف عندنا في محافظة اسكندرية، ومن اسكندرية بدأ الإسعاف يتحرك ويمتد إلى باقي المحافظات المحيطة. الفكرة يعني الحقيقة حلوة كانت وقتها، والأحلى دلوقتي أنه بدأ يتعمل لها شكل من أشكال التوثيق، فتعمل لها إنشاء لمتحف خاص في اسكندرية. هيئة الإسعاف عملت متحف خاص في اسكندرية في أواخر تمانينات القرن العشرين، وحطوا في المتحف ده أول عربية استخدمها مرفق الإسعاف في اسكندرية، اللي هو بطبيعة الحال أول عربية في الإسعاف في مصر، أول عربية في الإسعاف في إفريقيا والشرق الأوسط. واتحطت بقى صور للمسعفين والمسعفات الأول اللي تطوعوا في إنشاء هذا المرفق. فين بقى؟ في كوم الدكة في وسط اسكندرية، أرض سيد درويش. تقرير وفاصل ونكمل الكلام. بداية ظهور جمعية الإسعاف المختلطة. جمعية الإسعاف المختلطة دي بقى فيها ثلاث حاجات، إيه هما؟ الإسعاف وبنك الدم والمشرحة. عشان كده لما جت الكوليرا سنة 1902 بدأ الناس يفكروا هم عايزين يعملوا حاجة سامية. طب مين اللي كان بيشتغل هذه الشغلانة؟ هم المدنيين، هم الناس المثقفين، هم الناس علية القوم، هم دول الناس اللي كانوا بيفكروا ازاي ان هم ينقذوا حياة الناس. وينقذوا حياة الناس ما هواش بالكلام، لا، ده بالكلام وبالمجهود وبالفلوس وبالدعم. لغاية الخديوي عبد الحليم، الخديوي عارف قيمة هذا الكيان، فبدأ يتبرع بفلوس، وبدأ يتبرع كمان بالعربية الملكية بتاعته، وبدأ يزور كمان الإسعاف. إسعاف اسكندرية هي إسعاف تم إنشاءها في تاريخ مصر أصلاً 1902. من 1902 كانت أول إسعاف في مصر وفي الشرق الأوسط تقريباً. طبعاً تسلسل طرق النقل وطرق نقل المصابين كان شيء شاق جداً من أول مكان نقالة. التطور بعد كده لحد دلوقتي، احنا عندنا هنا دلوقتي بقى في اسكندرية، لحد ما وصلنا ان احنا عندنا أحدث عربية إسعاف في العالم، فيها جميع الأجهزة، مسعفين مدربين على أعلى مستوى. لوح كتير دي احنا ما فرطناش، زي ما قلت لحضرتك احنا ما فرطناش في حاجة خالص، من أول تمثال مؤسس الإسعاف، من أول فرق التطوع اللي صورها موجودة دلوقتي، صور المؤسسين، صور قادة اللي كانوا ماسكين منظومة الإسعاف. هي كانت اسمها المستعجلة، يعني عارف ما كانتش لها هيئة ولا كانت حاجة كده، إسعاف معمول لله زي ما بيقولوا. يعني أتكلم حضرتك على تاني عربية إسعاف، دي كانت اتصممت سنة 1904، وهي عبارة عن جزء منها حديد وجزء تاني خشب، كان المريض بيتحط فيها من ورا، كانت بتجر عن طريق الناس، المسعفين كانوا بيجروها. التطور اللي بعد كده في عربية تانية بقت بحنطور، الحصان هو اللي بيجرها.
وفي بعد كده بقى في موتوسيكل، واخدت تطورات بقى بعد كده بقى في عربيه تانية لغايه ما بقت اللي وصلنا للعربيه الحديثه. اهلا 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 بحضراتكم. من يومين كنت بتكلم معاكم على الموسم الرمضاني والشركه المتحده داخله بتقلها وبأتقل نجوم في الوطن العربي. يمكن كان من ضمن المسلسلات اللي كنت بقول لك عليها عمله نادره نيلي كريم. طبعا يعني في النهاية احنا بنبقى عارفين مسلسل نيلي كريم يبقى واحد من الجياد الرابحة بطبيعة الحال في الموسم الرمضاني في المنطقة العربية بالكامل. مسلسل من تأليف الدكتور مدحت العدل، طبعا بطولة نيلي كريم وأستاذ جمال سليمان، أستاذ كمال أبو ريا، محمد لطفي، بحبه محمد لطفي، أحمد عيد، وعدد كبير جدا من الفنانين. طيب أنا نفسي أعرف تفاصيل عن عملة نادرة، وليه اسمه عملة نادرة، وهحاول قدر الإمكان يعني أجر كلام من دكتور مدحت العدل إذا سمح لي بذلك. ازيك يا دكتور؟ يا أهلا وسهلا يا حبيبي. ازيك يا استاذ؟ عامل ايه يا دكتور مدحت؟ ايه الأحوال؟ كله تمام؟ الحمد لله وشكر الله حبيبي. كل سنة وحضرتك طيب. بمناسبة خلاص كده كلها كم أسبوع ونبقى في رمضان، وبإذن الله اللهم بلغنا رمضان. اللهم بلغنا رمضان يا حبيبي، وسنة سعيدة على المسلمين والعرب وكل المسلمين. انا عارف ان انا هحاول محاولات مستميتة وعارف برضو ان دكتور مدحت مش هيدي لي عقد نافع في الاخر عشان ما نحرقش. لا والله مش كده، يعني احنا بنحاول، بس طبعا انت عارف انا اول ده على فكرة مسلسل اكتبه من 6 سنين، يعني اخر مسلسل كتبته كان لاعلى سعر. ودي كده عودة، والعود احمد ربنا يخليك يا حبيبي. وانا واول مسلسل صعيدي برضو اكتبه، يعني ده مسلسل صعيدي حلو قوي. ادي كده اول معلومة خدناها على جنب. ده اول مسلسل صعيدي اكتبه، وطبعا انت عارف الصعيد ماده خصبه طبعا لما نسميها الواقعيه السحريه. صحيح، ودي تبقى واقعيه سحريه مصريه مختلفه عن الواقعيه السحريه بتاعت امريكا اللاتينيه. بس هي نفس المنطق، ان انت قد تتخيل ان هذه الاحداث لا يمكن ان تحدث لكنها تحدث. طيب هنا بقى، ويمكن يعني قد يكون شوية أسئلة تبدو فلسفية حبتين، الواقعية السحرية وأمريكا اللاتينية وجارسيا ماركيز ليها عواملها اللي أنا أعتقد، وصححني بقى، إنها ما هيش بعيدة عن عوامل البيئة والمجتمع المصري وبالذات في الصعيد. لا ما طبعا مش هصحح لك اللي أنت بتقوله، ده كلام مظبوط. ما هي معنى الواقعية السحرية للناس اللي بتتفرج علينا أن الغرب دائما هو غرب لوجيك ودياليكتيك وواقعي. صحيح. فانت لو شاف واحد ماشي في زي الحسين كده لابس غطيان كازوزه هيوديه مستشفى الامراض العقليه. لكن احنا عندنا ممكن يبقى اسمه الجنرال علي مثلا والناس بتتعامل معاه عادي، فدي اسمها واقعيه سحريه. الجنرال علي ده بتاع قهوه المجازيب ده صح؟ بالظبط. هذه الشخصيات اللي هي تبدو غرائبيه في الغرب هي عندنا شخصيات عاديه، والواقعية كذلك. فاحنا نشترك مع امريكا اللاتينيه في هذه الواقعيه السحريه. صحيح، لانه في تشوهات في البناء الاجتماعي. ماده غنيه بهذه الاشياء بالاثار وهم مشاعر الصعايده، مشاعر بكر خام وقويه في الحب وفي الحسد وفي الكر وفي الطار وفي فانا طبعا يعني انا حتى كاتب جمله كده بقول هذه حكايه بعض الناس وليس كل الناس. يعني ده هيبقى مسلسل صعب ده يا دكتور مدحت. لا مش صعبة ولا حاجة على فكرة، يعني هو بمنتهى البساطة انت عارف ان المرأة لا تورث في الصعيد، لا تورث الصعيد. من التقاليد ان الست ما تاخدش ارض، تاخد فلوس. تمام؟ حلو. كي لا تذهب هذه الارض الى مثلا عيلة جوزها. ماشي، مفهوم. دي حاجة معروفة طبعا. يعني طبعا مفهوم. اوكي، فعندما ترفض امرأة هذا المنطق اللي هو ينافي الدين، اوكي، هنا تصبح العادات والتقاليد اقوى من الدين. اوكي، فترفض امراه هذا المنطق فتدخل في حرب، بس هي عمله نادره. وهنا يتولد الصراع. البطله هنا اللي هي نيلي، هي دي اللي اسمها نادره. نيلي كريم. بالظبط، هي دي نادره بطله المسلسل. بالظبط كده. خلصنا قد ايه منه لحد دلوقتي يا دكتور؟ تصوير بنفنش يعني قبل رمضان خلصنا ان شاء الله. فعلا المنتج ده. طبعا. الله اكبر، دي حاجه اكتر من رائعه. ده معناه ان دكتور مدحت خلص كتابه خلاص.
لا يا حبيبي خلصت، بس انا مش من النوع اللي بعرف اكتب ثلاث حلقات واسلم والحاجات دي. لا مش بتاع كده خالص. خالص لازم نبقى شايفين وقاعدين وعارفين وعارفين رايحين فين، وكل الممثل عارف دوره وعامل عارف الكاركتر بروفايل بتاعه. ومعانا احمد عيد، انت قلت اسمه بس ما قلناش احمد عيد في دور مختلف جديد خالص. ومعانا محمد فهيم، ومعانا جمانة مراد، ومعانا الاسماء اللي حضرتك قلتها. ودي عودة برضو العيد بعد مراحل اختفاء كده، ظهور واختفاء وظهور واختفاء، فعودة حلوة العيد. وراجع بدور جديد عليه خالص، فيلن يعني، طالع دور مش شبه احمد. احمد عيد فيلن؟ بالظبط كده. ده مختلف عن كل ادواره ومختلف عنه هو شخصيا. ما هو ده اختيار ماندو بقى، اللي هو دائما ينظر نظرة مختلفة، وده جمال للمخرج الفريش الصغير اللي عايز. هم صغار طبعا بقى كبير دلوقتي. لا ماندو خلاص بقى عدى مرحلة الصغير. لا صغار سنا يعني، ما زال صغار سنا لكن عنده خبرة كبيرة. والراجل دلوقتي بيعرف يعمل كاستنج حلو قوي وينقي ناس. يعني السنة اللي فاتت شريف سلامة كان مفاجأة جدا جدا، مفاجأة مسلسل السنة اللي فاتت. صحيح يعني صحيح، اللي هو فاتن أمل حربي. طبعا طبعا. كل التوفيق يا دكتور، واحنا بطبيعة الحال منتظرين انه كما جرت العادة كل ما يأتي من الدكتور مدحت العدل فهو عملات ذهبية. وبطبيعة الحال الحقيقة ماندو عمره ما خيبت معاه، دايما يتحفنا ويبهرنا. لازم نذكر جمال العدل المنتج الكبير اللي عامل لنا بصراحة، عمل وبنلنا ديكور غير طبيعي عشان نعمل فيه المسلسل. عمره ما أثر في حاجة بصراحة حقيقي يعني، هو عارف انا احبه قد ايه. عموما العدل جروب معروفة بانه عندما تقدم شيء فانما تقدم كل ما هو متميز حقيقي يعني. انا بشكرك جدا يا دكتور. اشكرك يا استاذ، ربنا يخليك يا دكتور مدحت، ربنا يخليك يا رب. شوف اللي انا قلت لك ده وانا قاصد جدا، احنا بنتكلم هنا على التعاون اللي ما بين العدل جروب وما بين المتحدة. والحقيقة ان التعاون دايما كان مثمر، واحنا يمكن شفنا ده برضو زي ما قال دكتور مدحت العدل السنة اللي فاتت في فاتن امل حربي. عندنا كمان، وده أظن من المسلسلات المهمة جدا، الإمام الشافعي. رسالة الإمام عن الإمام الشافعي. وهنا ممكن يبقى السؤال إنه ما الذي سوف يقدمه المسلسل عن الإمام الشافعي فيخرج عن الشكل التقليدي للسير الذاتية؟ يعني هو لازم يقدم لي بالتأكيد جانب من حياة الإمام الشافعي، بس كمان أنا عاوز أشوف الجانب بشكل مختلف. أنا عاوز أعرف الإمام الشافعي، مش بس أعرف فقه الإمام الشافعي. فقه الإمام الشافعي دي مسألة أكاديمية جدا، لكن من هو الإمام الشافعي؟ الأحداث بتدور على قد إيه؟ أظنها تدور في خلال 50 سنة من عمر فضيلة الإمام، وتحديدا في نهاية طبعا القرن الثاني وبداية القرن الثالث الهجري. مؤلف الإمام الشافعي أو رسالة الإمام هو محمد هشام عبية، كاتبنا ومؤلفنا شديد التميز. طبعا احنا عارفين انه المسلسل من بطولة خالد النبوي. احنا معانا محمد هشام عبية على التليفون. يا سلام، ازيك يا استاذ؟ مساء الفل استاذ، مساء الجمال، عامل ايه؟ الحمد لله بخير، تمام. ايه الاخبار، كله تمام؟ الحمد لله دعواتك يا رب خير. سؤال بقى، ده اللي انا كنت بطرح فيه او اللي بطرحه في بداية الكلام عن المسلسل. احنا ايه اللي هنشوفه مغاير عن ما اعتدناه في السير الذاتية؟ يعني هتقدم لنا الإمام الشافعي إزاي؟ ويعني عادة الشخصيات يعني المؤثرة في التاريخ زي الإمام الشافعي يمكن أن تتناولها أكثر من عمل، أن يتناول أكثر من عمل بأكثر من زاوية. طبعا يعني. طبعا. وهو طبعا الإمام الشافعي له يعني حالة خاصة مع الشعب المصري، يعني ممتدة منذ أن وطأت قدمه مصر الأول مرة منذ حوالي 1200 سنة لغاية النهاردة. والعلاقة دي يعني تكفي بس أنك وقف أي تاكسي كده في الشارع وقول له أنا عايز أروح الإمام الشافعي، هو عارف من غير ما يقول، من غير ما تقول له توصف له ولا أي حاجة. المقام بتاعه معروف ومكانه معروف وما إلى ذلك. فإحنا بشكل أساسي في المسلسل ده أنا وكل فريق الكتابة والأستاذ الله يسحقه المخرج السوري الكبير مركزين على سنوات التي قضاها الإمام الشافعي في مصر، وهي إجمالا كانت حوالي آخر 6 سنوات في حياته. وهي كانت يعني للمفارقة التاريخية أيضا مليئة بالكثير يعني من التغيرات الاجتماعية والسياسية في مصر في هذا الزمن، واللي أعتقد أنه ما حصلش أن حد ركز عليها بدرجة قوية في أعمال صادقة يعني تناولت سيرة الإمام الشافعي. يعني هيبقى في تناول للأوضاع السياسية المصرية من 1200 سنة، مش بس سيرة ذاتية للإمام، يعني مش محصورة فقط على الإمام.
لان الامام الشافعي بطبيعه الحال لما وصل مصر هي كانت في فتره يعني تقلبات طبعا. وفتره حتى على المستوى يعني الدوله الاسلاميه يعني وقتها كانت الدنيا في حاله من حالات ممكن تقول يعني عدم الاستقرار بالضروره، وبالتالي هو كان وجوده فارق في هذه اللحظه وكان كمان مؤثر، وكما يعني ترك اثرا في مصر تركت مصر اثرا فيه. والمسلسل بشكل اساسي بيتناول هذه العلاقه التبادليه ما بين يعني امام بحجم وقامه الامام الشافعي وحضاره عظيمه ومؤثره دائما هي حضاره مصريه. طب انا لفت نظري انك قلت لي كمان وفريق الكتابه، مساله فريق الكتابه دي ما بتقلقكش يا محمد؟ لا بالعكس، انا اصلا انا يعني انا خريج، انا دايما يعني افخر ان انا خريج يعني معاهد كتابه الورش السينمائي. ورش كتاب ورش الكتابه، وانا كمان يعني انا قد اكون انا يعني مش اول من بدا المشروع، بداته الاستاذه مريم نعوم ثم يعني اعتذرت عن الاستمرار فيه. تم بالفعل في فريق كتابه موجود انضم اليه بعض الزملاء الكتاب الاخرين من مصر وسوريا. وبالتالي انا يعني كنت اكمل المسيره يعني بمن بدا حتى المشروع من فريق الكتابه يعني اللي انا بقصده هي فكره اختلافات ممكن تبقى في الافكار وفي الزوايا وفي المنطلقات، وبالتالي في الطرح ده ما بيبقاش شيء متعب؟ لا، احيانا بيكون ممتع لانك انت بتطرح فكره وبعدين بيحصل بقى نقاش يعني عنيف وقاسي وبنتبادل الافكار، واللي بيقتنع بفكره ممكن يعني ذهنه يعني يفكر فيها شويه فيعيد هو نفسه اعاده طرحها من جديد. وعلى العكس صحيح، بالعكس يعني في مثل المشاريع يعني انا في رايي المشاريع الكبيره زي الامام الشافعي، المشاريع اللي هي بتغوص في اعماق التاريخ وبتستحضر فتره زمنيه بعيده ومستعين فيها بمراجع شتى، دي اكثر النوعيات من الاعمال الدراميه اللي فعلا تحتاج الى فريق كتابه، لان هي حاجه دائما الى المزيد لضخ مزيد من الافكار والنقاشات والتطويرات. بالعكس هو ده النموذج المثالي للمسلسلات اللي كتبها فريق كتابه. بالاضافه لكده كمان معانا باحث تاريخي متميز هو الصديق علاء عدني، اللي كان تعاوننا مع بعض قبل كده في اعمال سابقه برضه، هو اي دور مهم جدا في مساله المراجعه وتدقيق العمل من الناحيه التاريخيه ومن ناحيه بقى كل تفاصيل السلوكيات اليوميه لمصر في هذا الوقت، الشكل المباني، طبيعه الملابس وما الى ذلك. ثم بعد ذلك اقول له هناك تدقيق من مجمع الفصل الاسلامي بالازهر لما يرد في المسلسل من يعني عشان الاراء الفقهيه وما الى ذلك، بالضبط من نقاشات حول اشياء لها علاقه بالفقه وبالدين، وحتى ايضا يعني للنقاش حوالين بعض المواضع التاريخيه محل يعني محل الاختلاف من مصدر لاخر. طب ده كلام رائع جدا، انا عايز اشكرك جدا يا محمد على هذا المشروع، واتمنى اول ما تنتهوا خالص اشتغل لنا بقى على الليث بن سعد عشان رمضان اللي بعده، قول ان شاء الله. اشكرك جدا كاتبنا ومؤلفنا محمد هشام عبية، مؤلف مسلسل رسالة الامام. خلوني هستأذنكم هنروح لفاصل بسرعة جدا، ادعو مشاهدينا لمتابعة الجزء الثالث من الحوار الخاص اللي عمله زميلنا وصديقنا العزيز احمد دريني مع امير من امراء او امير حدود داعش رشيد المصري او فهمي الاسود او هيثم كما كان اسمه في شهادة الميلاد، الاسم اللي خلقه به ربنا قبل ما يضع لنفسه أو يوضع له أسماء حركية. يوم الخميس اللي هو بكرة الساعة 9 مساء على الوثائقية اتفرج على هذا الجزء، أعتقده جزء شديد الأهمية. وبالمناسبة اتفرجوا على الوثائقية 24 ساعة والله العظيم هتنبسطوا. طبعا فيما عدا توقيت برنامج التاسعة ده موضوع تاني. خلونا نروح لفاصل ونرجع نكمل الكلام. كان شعورك ايه وانت بيجيلك هديه بني ادم او بني ادمه؟ خلينا نتكلم عنهم ان هم سلعه، لان هو في الواقع ده الحقيقه. كيف عمل افراد التنظيم سبايا الازيديات؟ الامير له حق في ناخد قرار في الاسره. استرقاق الازيديات جزء من صناعه الصوره الذهنيه؟ وجود الانحراف شيء منطقي. ضربت رؤوس وجلد اناس. احنا حزب او سلطه بقوه الامر الواقع. اين الرحمه والقلوب؟ احنا ليس علينا فرض. اين برايك دولة الإسلام؟ غابت فيها العدل ومن غيره لا ملك ولا دولة. أمير حدود داعش في حوار خاص مع أحمد الدريني الجزء الثالث.
الخميس 9:00 مساء على الوثائقية. وزارة الشباب والرياضة مع مؤسسة مصر الخير، والحقيقة في دور مجتمعي احنا بنعمله من مراكز شباب مصر. احنا عندنا مراكز شباب مصر ما يربع على 5000 مركز موجود في كل يعني قرية ومدينة ومركز، مركز شباب مصر او مراكز شباب مصر. صح عندنا خطة للتطوير بنكمل فيها، لسه في اماكن خلصت واماكن لسه ما خلصتش، لكن ازاي نحول مراكز شباب مصر لمراكز خدمة مجتمع؟ احد هذه الاليات شفنا دور مراكز شباب في فترة كورونا واستقبالها واستخدامها في الفاكسينيشنز. شفنا مراكز شباب في اي حالة من الحالات بتكون موجودة، لكن النهاردة مع مؤسسة مصر الخير اخترنا يكون رمضانك مركز شباب. رمضانك مركز شباب، مراكز شباب بمتطوعنا هيكون في آلية كبيرة جدا لتوزيع هذه المواد الغذائية تشاركا مع مصر الخير. احنا النهاردة بنطلق حملة افطار صائم، وحملة افطار صائم بتستهدف في مصر الخير اكتر من 1.5 مليون خدمة تتمثل في كراتين الخير للناس الاكثر احتياجا في المناطق المختلفة في مصر في 27 محافظة، تتمثل في وجبة افطار للاشخاص الاكثر احتياجا، بتتمثل في ان احنا بنعمل وجبة سحور، ان احنا في كرتونة الاسرة. كرتونة الاسرة دي بتكفي الافراد لمدة شهر، بتكفي الاسرة لمدة شهر كامل. كرسان طيبين السنة دي مسموح ان احنا نعمل خيام رمضانية، فمصر الخير هتعمل خيام رمضانية ان شاء الله في 27 محافظة. حملة افطار صائم دي مصر الخير حقيقة يعني مبادرة جميلة جدا وحملة جميلة جدا، ومش جديدة يعني على مصر الخير وعلى المؤسسات كتير اللي بتعمل المبادرة دي للافطار الصائمين في رمضان. مشاركتنا فيها بنحاول قد ما نقدر ان احنا نبقى موجودين طبعا مع الشباب الجميلة والمتطوعين. الواحد لما بيجي هنا بيشوف الشغف اللي موجود للناس اللي شغالين بجد من قلبهم. فرصة ان احنا نتقابل مع رياضيين كتير، نتقابل مع فنانين كتير، نتقابل مع صحفيين كتير اعلاميين، بنحاول ان احنا نشارك قد ما نقدر ولو بجزء صغير جدا في الحملة دي. احنا السنة دي عندنا عودا حميدا كده بعد الكورونا. طبعا احنا كنا مستمرين في موضوع الكراتين بنوزعها، لكن اخر سنة او قبل الكورونا كنا بنعمل الخيام. طبعا الخيام اتمنعت فترة، السنة دي راجعين بخيام رمضان. أتمنى النهاردة من كل البنوك والشركات اللي سمعيني أن كل حد، أو مش بس البنوك والشركات، العائلات الكبيرة في كل القرى، كل عائلة تتجمع ونعمل خيمة باسم العائلة. يعني يلاقي عائلة الغندور، عائلة كذا، عائلة كذا، كل عائلة يبقى عندها خيمة بتفطر فيها مستحقين جمهورية مصر العربية. كرتونة المواد الغذائية بتروح في المناطق الحدودية والمسنين وكبار السن اللي هو مش هيعرف ينزل وهيشتري حاجته. كارت الخير هيروح للأسر اللي هم الأولى بالرعاية، بس هم عندهم حاجات معينة ناقصة في مكوناتهم، فينزل يشتري اللي هو عايزه. كارت الخير بقيمته 250 جنيه، بيخش أي منفذ الجمعية الاستهلاكية ياخد الحاجة اللي هو ناقصاه ومش هيدفع فلوس عند الكاشير، يروح مديله الكارت بالقيمة بتاعته وبعد كده هو يمشي على كده هو. فاصبحنا ان احنا وفقنا ان الراجل لو محتاج حاجه نفسه يختارها فيختارها براحته، ومش هيجيب حاجه فوق احتياجاته. الواحد فخور اللي هو موجود النهارده هنا، مجهود كبير جدا من مؤسسه مصر الخير، ما كنتش متخيل اللي انا شايفه النهارده. احنا في الصاله المغطاه في المركز الاولمبي في المعادي، مساحه كبيره ومجموعة كبيرة جدا من المتطوعين، شايف كمان كميات من المواد الأغذية الغذائية، المواد الغذائية كبيرة جدا، والدنيا منظمة، وشايف إن كل فئات المجتمع بتشارك، تلاقي رياضيين، فنانين، في كل المجالات ناس بتشارك. احنا جينا هنا تبع وزارة الشباب والرياضة، إن احنا بنيجي نعمل كراتين للمنتجات الغذائية وبنبعتها لمؤسسة مصر الخير. الكرتونة بتبقى مكونة من 3 كيلو مكرونة، 3 كيلو رز، 2 كيلو سكر،
8 اكياس صلصه، علبه سمنه، علبه ملح ولوبيا وحاجات زي كده. دوري ان احنا بنسلم بعض، كل واحد فينا بيحط منتج في الكرتونه وبنمرره لحد الكرتونه ما تتقفل كلها. اصل ربنا كبير قوي وربنا دايما يسبب الاسباب. فعلى سبيل المثال للحصر، احنا مقبلين على شهر رمضان، قولوا ان شاء الله اللهم بلغنا رمضان. عندنا حملة كبيرة لإفطار الصائمين خلال الشهر الفضيل بتقوم بيها مؤسسة مصر الخير. معانا داخل الاستوديو بكل الترحيب، وقاعدين انا وهو عمالين بنتكلم وحدا بنشوف التقرير ومبسوط جدا بالحديث معاه، المهندس احمد علي المدير التنفيذي للبرامج بمؤسسة مصر الخير. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا بحضرتك استاذ يوسف. ازاي الحال؟ كل عام وحضرتك طيب وانت بصحه ودايما مع بعض في انطلاق الحملات ان شاء الله. والله فرحان بيك قوي وفخور بيك قوي ان انا اشوف رجل الشباب والمهندسين دول، اصلهم ناس منظمين جدا، وتبقى مسؤول البرامج في مصر الخير. فاحنا ايه عاوزين بقى نعرف ايه هي البرامج، برامج او كم برنامج الاول؟ المؤسسه بتضم في طياتها 8 برامج فنيه بخلاف القطاعات الداعمة المختلفة. حلو. 8 البرامج الفنية دي احنا بنتكلم على قطاع التكافل الاجتماعي، وده بيضم الملفات الخاصة بابن السبيل والمساعدات الإنسانية المباشرة والحملات الموسمية والتمكين الاقتصادي. عظيم. بأشكاله المختلفة. عندنا كمان قطاع التعليم، وده بيضم المنح الدراسية والإتاحة التعليمية وباقي الأنشطة التعليمية المختلفة اللي بنشتغل عليها، خاصة الملف التعليمي المجتمعي. رائع. عندنا الحمد لله 25% من قوة مدارس التعليم المجتمعي في مصر بتملكها وتديرها مؤسسة مصر الخير. عندنا قطاع الصحة، ده القطاع الثالث، خاص بالأنشطة الصحية بأشكالها المختلفة والملفات بتاعة الغسيل الكلوي اللي بنحاول نتميز فيها خلال السنوات السابقة القريبة، وإن شاء الله مكملين في نفس الملف. عندنا كمان مناحي الحياة، وده خاص بالثقافة والفنون ودعم ورعاية ذوي الاحتياجات الخاصة. عندنا القطاع الخامس أو البرنامج الخامس، وهو برنامج الغارمين، وده خاص بفك كرب الغارمين والغارمات وتأهيلهم لسوق العمل بالتنسيق مع باقي القطاعات المختلفة جوه المؤسسة. عندنا التنمية المتكاملة، وده بيهتم بفكرة أننا نشتغل بكل القطاعات جوه منطقة جغرافية واحدة من المجتمع. عندنا كمان البحث العلمي، وده واحد من القطاعات اللي مش باينه قوي للناس، انما احنا الحمد لله عندنا فيها باع جيد جدا 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 في رعايه ودعم الابحاث العلميه، خاصه اللي واصله للمستوى التطبيقي. عندنا القطاع الثامن والاخير، دعم المؤسسات الاهليه، وده بنتبنى فيه فكره نقل خبراتنا للمؤسسات والجمعيات اللي موجوده على مستوى الجمهوريه ورفع القدرات بتاعتهم الفنيه والاداريه علشان يقدروا يأدوا دورهم بشكل كويس جوه الكره اللي هم موجودين فيها. ما شاء الله ما شاء الله. طيب تعالى بقى ناخد من البرامج دي حمله من الحملات، وهي حمله افطار صائم. تمام. ايه الهدف؟ واضح نحن نفطر الصائمين، لكن هيبقى ازاي والياته ايه، واحنا نعمل ايه كناس ومواطنين واهالي عاوزين نساعد اهالينا؟ تمام. احنا كمؤسسة بنلعب دور الوساطة ما بين المتبرع اللي هو محتاج ان هو يزكي ويتبرع بنفقاته علشان خاطر يوصل لمستويات من الرضا والستر والعافية وحاجات كتير جدا، وبنوصل الطرف ده بالطرف التاني وهو المستحق. حلو. كنا حريصين في تصميم الحملة السنة دي ان احنا نشتغل على منتجات كتير تلبي الاحتياجات بتاعة المستحقين بشكل كريم بأشكالهم المختلفة، وكمان تلبي رغبات المتبرعين. فصممنا لحملتنا للسنة دي 10 منتجات، 4 منهم مواد جافة، 4 منهم وجبات مطهية، 2 بنشتغل عليهم علشان خاطر السعادة وعلشان خاطر الجزء بتاع زكاة الفطر. الأربعة المواد الجافة دي بنقسمهم لأربع منتجات جوه المحور بتاع المواد الجافة، وهو الكرتونة الغذائية، كرتونة الخير، كرتونة بقيمة تبرع 300 جنيه نوصل بيها تقريبا حوالي 13 كيلو وزيادة منتجات غذائية للأسرة. حلو. تقضي أسرة مكونة من 4 أفراد لمدة تقريبا 5 أيام، تبرع ماشي. كويس بمبلغ ما هواش بطال، 300 جنيه يقدر عليها العموم من الناس. عندنا كمان الكرتونة التانية، كرتونة الستر، مبلغها أقل شوية في التبرع حوالي 150 جنيه، بناخد القيمة بتاعتها ونبدأ نعمل بها تركيبات من الكراتين علشان نوصلها كمان للمستحقين. فاللي مش قادر على 300 يقدر على كرتونة الستر 150 جنيه. أوكي. عندنا كرتونة أو فئة كبيرة شوية للي يقدر يحط مبلغ 2000 جنيه على بعضهم،
نوصل 64 كيلو من المواد الغذائيه للاسر. دي تكفي شهر بقى. دي تكفي شهر كامل. دي احنا مسمينها سند الاسر. اسره من اربع افراد. اسره من اربع لخمس افراد تقضيهم لمده شهر، لان فيها 15 كيلو رز، 10 كيلو سكر، حوالي 15 كيلو مكرونه، اربع فرخات او 10 علب لحوم، كل علبه نص كيلو مطهيه. فدي نقدر نقول انه بيوفر له مصدر بروتين اسبوعي. أيوه. بالاضافه لباقي المنتجات الغذائيه المختلفه بقيمه التبرع 2000 جنيه. في ناس النهارده تقدر انها تعمل دوت لاسره لمده شهر كامل. الجزء الاخير بالنسبه لنا هو الكارت المواد الغذائيه، كارت الخير. ده بنعمله بالشراكه مع وزاره التموين من العام الماضي، بقيمه الكارت قيمه 250 جنيه. بنعلي من كرامه المواطن ان هو ياخد الفاوتشر او الكارت القسيمه دي، يروح بيها لاقرب جمعيه استهلاكيه، يختار السلعه اللي هو محتاجها بقى في بيته بقيمه الكوبون اللي هو ال 250. بقيمه الكوبون ال 250 جنيه. دول الاربع منتجات الجافه. عندنا كمان الوجبات المطهيه اربع منتجات برضو. الكفارة الصيام او الوجبه السخنه، وجبه فرديه بقيمه. أيوه. 65 جنيه. حلو. عندنا كمان خيمه الافطار، يقدر شركه او متبرع كبير يعمل خيمه تسع 500 مواطن ياكلوا في نفس المكان لمده شهر كامل. دي زي مائده الرحمن بتاعت زي مائده الرحمن زمان. بنضيف عليها شويه ابعاد اجتماعيه وثقافيه وترفيهيه قبل وبعد الفطار. برنامج بالظبط. طب ده شيء ممتع جدا، عاوزين في الاخر احنا اسره مصريه. صح. إن الناس كلها تقعد مع بعض على الترابيزات تاكل وتحتوي بعضها وكمان تقضي وقت كويس. عندنا ملف تاني في الافطار الجماعي وهو افطار القريه. يقدر برضو شركه او متبرع يرعى 1000 وجبه لقريه لمده يوم واحد بقيمه 65000 جنيه. فبرضو بنعمل فيها برنامج ترفيهي ورعايه للاسره. عندنا وجبه السحور، لان بتبدا منها نيه الصيام لتاني يوم. صح. فدي بقيمه 25 جنيه. عندنا الوجبه السخنه 65، او خيمه الافطار، او افطار القريه بحوالي 65000 جنيه، وعندنا كمان وجبه السحور ب 25 جنيه. عندنا النقطتين الاخرانيين او المنتجين الاخرى، عندنا الفاوتشر او قسيمه المشتريات للبس العيد بقيمه 500 جنيه، ما نسيناش للاطفال سواء كان من اسر فيها ايتام او اسر فيها اطفال مستحقه. بقيمه ال 500 جنيه يقدر ياخده ولي امره يروح بيه اقرب منفذ من المنافذ المتعاقدين معاها. حلو. يختار برضه اللبس اللي هو عايزه. ال 500 دي تقضي يعني قد ايه من لبس العيد للاطفال يعني؟ المحلات المتعاقدين معاها هي من الفئه المقبوله سعريا، فيقدر يجيب بها قطعتين، ولو حب يكمل زياده فوق القسيمه بيكمل، واحنا بنسلمه قسيمه للطفل الواحد. المنتج الاخير وهو زكاة الفطر، ودي بقيمه 50 جنيه، ودي طبعا بيتم توزيعها حبوب بالكامل بدءا من اول يوم رمضان لغايه يوم 30 رمضان. ايه العبقريه. فدي العشر منتجات اللي دايما بنقول للمتبرعين احنا معاكم، يعني على حساب 100 او على 16 140، او زوروا فروع المؤسسه. حساب 100 في اي بنك في كل البنوك المصريه. حلو قوي. وايه كمان؟ 16 140، ده الخط الساخن. 16 140 خط الساخن لو انا عايز استعلم عن اي حاجه، او نبعت له المندوب يحجز مندوب نبعته له يعني ممكن المندوب يجي لي. مظبوط. يتلقى البيت التبرع في الشغل ينورني. مظبوط. كمان عندنا فروع منتشره على مستوى الجمهوريه، فروع جمع مال او المكاتب الميدانيه، تقدر حضرتك تنورنا في اي فرع تحط التبرع بتاعك. اعرف اماكن الفروع ازاي؟ من خلال الويب سايت. تقدر تتبرع من الويب سايت او تعرف اماكن الفروع من خلال الويب سايت. يعني اخش على مصر الخير. مظبوط. .com صح؟ مظبوط. الاقي بقى الفروع موجوده، يعني هعرف اوصل للفروع. تقدر توصل لكل المنتجات بتاع المؤسسه وكل الاماكن اللي ممكن تتبرع فيها. يعني كل حاجه متاحه. طبعا. طبعا. واحنا بنحاول نسهلها على الناس سواء كان فئات اقتصاديه او كمان وصول للمعلومه. انا مش عارف اقول لك ايه. اولا نشكركم في مصر الخير على اللي انتم بتعملوه ده. الله يحفظ حضرتك. وهذا البرنامج العبقري، يعني التصميم العبقري اللي انتم عاملينه لشهر رمضان والعيد والزكاه، ده رائع رائع. ان شاء الله ننجح في توصيل ملايين الوجبات للناس ان شاء الله. باذن الله. الله. عشرات الملايين باذن الله. الله. فتاني وثالث ورابع حساب 100 من اي بنك. 16 140 على التليفون هتعمل اللي خش على الويب سايت هتعرف كل حاجة. ولو برضو عاوز تتبرع البرامج موائمة لكل القدرات الممكنة. المهم نقف مع بعضنا بعد إذنكم. أشكرك جدا يا باشمهندس. أنا شاكر لحضرتك. نورتنا وشرفتنا وأسعدتنا وخلتنا ناخد ثواب. الله شاركناك كده. كتر خيرك. ربنا يخليك. كل الشكر المهندس أحمد علي المدير التنفيذي لبرنامج أو للبرامج بمؤسسة مصر الخير. اتكلمنا معاه يمكن ولو سريعا عن برنامج إفطار الصائم، واتكلمنا عن العيد، واتكلمنا عن لبس العيد، واتكلمنا عن الزكاة. فإحنا كده تشاركنا مع مصر الخير في هذا الخير، وندعوكم للمشاركة
حقيقي انت من جوه هتبقى مبسوط انبساط. جرب هتعرف الاحساس اللي جوه عامل ازاي. خلصت الحلقه لحد كده، ثواني هيكون موجود معاكم كريم رمزي وبرنامجه رقم 10. اما احنا لو كلنا العمر فهنقابلكم تاني ان شاء الله في نفس الميعاد وبرنامجكم التاسعه. سلامات.